تشهد العلاقات المصريه الارمينيه ازدهارا كبيرا من خلال زيارات متبادله بين البلدين على مستوى كبار المسؤولين. وعلى الصعيد السياسي تتوافق القاهره ويريفان في مواقفهما ازاء مختلف القضايا الاقليميه والدوليه وذلك بالتوازي مع تواجد جاليه ارمينيه كبيره في مصر. والممتده بين مصر وارمينيا شهدت ازدهارا كبيرا خلال السنوات الماضيه، ولعل اهم ما يميز تلك العلاقات هو الصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولث، والذي يؤدي دورا مهما جدا في تدعيم العلاقات الثنائيه بين البلدين، فارمينيا تشعر بالامتنان لما يقدمه الصندوق من مساعدات، سواء في شكل دورات تدريبيه في مختلف المجالات او في شكل مساعدات ماليه وفنيه، الزيارات المتبادله بين البلدين على مستوى كبار المسؤولين عززت من هذه العلاقات وفي كل المناسبات التي تجمع قاده الدولتين او مسؤولين كبار منهما يتم التاكيد على عمق العلاقات واهميه تعزيزها وايضا تبرز قضايا المنطقه والقضايا الاقليميه المشتركه على طاوله المباحثات المصريه الارمينيه على الدوام الجانبان المصري والارميني دائما ما يبديان توافقهما ازاء معظم القضايا مع التاكيد على اهميه تقويض التدخل الخارجية في المنطقة، تلك التدخلات التي تسعى إلى تحقيق مكاسب مباشرة لصالح مطامعها الخاصة ومنافعها الذاتية على حساب الأمن والاستقرار ومقدرات الشعوب. العلاقات السياسية بين القاهرة ويريفان تتسم بخصوصية تاريخية وعلاقات تعاون وثيقة وبناءة، لا سيما في ظل الجالية الأرمينية الكبيرة الموجودة في القاهرة، وأيضاً في ظل حرص القيادة السياسية على دعم التعاون مع الدول. للشقيقه والصديقه